مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا الصباح، وشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة وسن الجذاع. وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثامن الخاص للقعدان من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة. نبدأ مع البداية مع أول الأسماء، هنا مجد بشعار هجن الغرافة. سالم بن عامر المدهوشي يقدم لنا مجد مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصل نسناس بشعار هجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا نسناس مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل مدلل هجن الشحانية. الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا مدلل مع ثالث الأسماء. رابع المراكز مبعد بشعار هجن الشحانية. سالم بن فاران المري يقدم مبعد مع رابع الانطلاقات ورابع التحديات. خامس المراكز الفارس مع خامس الأسماء بشعار هجن الشحانية، والمشاق محمد بن خالد العطية ينطلق مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ولنا عودة مع البداية، لنا عودة مع أول الأسماء وأول التحديات. هناك مجد بشعار هجن الغرافة على أول المراكز، والمجهز سالم بن عامر المدهو يحضر ويتواجد في عملية التضمير مع مجد. ثاني الأسماء القادم مدلل هجن الشحانية. الشبل جابر بن سالم بن فاران يقدم مدلل مع مركز الوصافة مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات. ثالث المراكز وصل نسناس مع ثالث التحديات هجن الشحانية. الشبل جابر بن سالم بن فاران المري وايضا راء الفارس تسلل الى ثالث الانطلاقات. هجن الشحانية تقدم لنا الفارس والمشاق محمد بن خالد العطية. خامس الاسماء القادم مبعد هجن الشحانية. الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا مبعد بعد مع خامس الأسماء. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتيجتنا الثانية للخمس المراكز المتقدمة. ولكن أرى الكوكبة التي تنطلق خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. عودة مع البداية مع الانطلاق الأول، مجد على البداية، هجن الغرافة، سالم بن عامر المدهوشي يقدم لنا مجد مع أول الأسماء وأول الشعارات. الفارس ثانيا لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاقب يقدم الفارس مع ثاني المراكز. نسناس مع ثالث التحديات. هجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران مع نسناس مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل عساس لهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يقدم عساس مع رابع الأسماء. خامس المراكز القادم والمتقدم مبعد مع خامس الأسماء هجن الشحانية. الذهبي سالم بن فاران المري. أعود مع أجواء الكيلو متر الأخير والخطير. الله يا البداية، مجد على الانطلاق الأول لهجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي يقدم مجد. ثاني الأسماء عساس هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. وثالث المراكز وصل الحزم أول نداء وأول إذاعة لهجن الشحانية. فاران بن محمد بن قريع يقدم الحزم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز السيف هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع ومبعد خامسا. ولكن البداية والمقدمة مجد على الصدارة. هجن الغرافة من بداية الانطلاق وهو على الصدارة حتى هذه اللحظات. مجد هجن الغرافة. سالم بن عامر المدهوشي المدهوشي
يقدم لنا مجد بهذا الانطلاق المميز. ثاني الاسماء هجن الشحانية مع عساس، وايضا الحزم هجن الشحانية فران بن محمد بن قريع، ولكن مجد مع الفوز، مجد مع الانتصار لهجن الغرافة سالم بن عامر المدهوشي. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الغرافة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وفوز مجد، ونهني سالم بن عامر المدهوشي من قدم لنا مجدان الأسماء. وصل الحزم هجن الشحانية فران بن محمد بن قرع المري ثالث المراكز، عساس هجن الشحانية محمد بن خالد العطية ورابع المراكز، السيف لهجن الشحانية فران بن محمد بن قرع المري وخامس المراكز، مبعد لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ها هو مجد بشعار هجن الغرافة من حصل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني 6:13 و16 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن القرافة، ونهني المده السالم بن عامر المدهوش من قدم لنا مجد. ثاني الأسماء وصل الحزم لهجن الشحانية 6:13 و84 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، ونهني فران بن محمد بن قرع المري ثالث المراكز. حضر عساس لهجن الشحانية، والتوقيت الزمني 6:14 و70 جزءا من الثانية. تهنى ناموس لهجن الشحانية، ونهني المشاغب محمد بن خالد العطية. مشاهدينا